التلذذ بالأخذ بيشترك فيه معظم البشر، لكن التلذذ بالعطاء لا يعرفه سوى العظماء وأصحاب الأخلاق السامية. يقول أحد الصالحين: في كل مرة أعطيت شعرت أنني أخذت نفس الذي أعطيت، فازدادت فرحتي بما أعطيت، وهذه الفرحة لم تكن أقل من فرحة الذين أخذوا. بهجة العطاء لتفوق لذة الأخذ. وإحنا عندما نعطي في الواقع بنعطي ولكننا نأخذ، لكن بنأخذ تلك المشاعر الممتنة، بنأخذ الدعوات المخلصة، بنأخذ الدعوات من الناس اللي إحنا أمددناهم بعطائنا، فنسقي بها قلوبا عطشة إلى رحمة الله تعالى، ونسقي بها نفوسا ظمأة إلى جود الله وكرمه. عندما تكون دائم العطاء ستشعر أنك ستستمد من رب العزة والجلال القوة، وبفضل من الله تبارك وتعالى تستمد إحدى أسمى صفات الله، وهي صفة الجود والكرم. دايما أصحاب اليد العليا هم رموز في كل عصر، يجودون بمالهم ويضحون بالغالي والنفيس بقلوب راضية، يقدمون راحة غيرهم على راحتهم وهنائه، بيبدأوا يسعوا كده في قضاء حوائج الناس، تعرفهم بسيماهم، قلوب هادئة وابتسامتهم ابتسامة راضية، ونفوسهم نفوس مطمئنة، هم أسعد أهل الأرض، ولهم في السماء ذكر حسن وأجر عظيم. ذق لذة العطاء، وإياك أن تحرم منها نفسك بشيء آخر. إياك أن تبخل على أي إنسان، سواء كان البخل إما أن يكون بعلمك أو بأي شيء. من كان عاجزاً عن فعل شيء أنت تقدر عليه، ساعده بما أنت عليه قادر. لازم تعرف وتتذكر دائماً أنك بقدر ما تعطي ستأخذ عليه الجزاء من الله تعالى. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. يقول عليه الصلاة والسلام: أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعياله. وإنت لازم تعطي لهؤلاء، لابد للإنسان أن يكون نافعاً للناس، أن يكون معطاءً. وإن كنت نسيت معروفاً أسديته إلى أحد من خلق الله تعالى، فإن الله لا ينسى جميلك أبداً. لا تعطي شيئاً لتأخذ أكثر منه رغم أن ذلك مباح، قال الله تعالى: ولا تمنن تستكثر. ولا يكثر عملك في عينيك، فإنه فيما أنعم الله عليك وأعطاك قليل. إن كنت تعطي الناس على قدرك فإن الله سيعطيك على قدره، وعلى قدر عطائك يفتقدك الآخرون. ولا تنسى وأنت تعطي أن تدير ظهرك إلى من أعطيته حتى لا ترى حياءه عاريا أمام عينيك.